ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تدريب شوتينج مهم لأن نضع اللاعبين في موقف يحتاج إلى التداخل. شوف بالنص أكو تداخل، لأن التمرين يبدأ بنفس الوقت من المجموعة، ما يعطي المدرب الإشارة يبدأ رقم 3 انتبه، رقم 3 يمر إلى رقم 4، ورقم 2 يمر إلى رقم 5 نفس الوقت. الآن فوراً 5 راح يعمل مع 3 و2 راح يعمل مع 4، يعني 3 مرر إلى 4 وراح يعمل مع 5، و2 مرر إلى 5 وراح يعمل مع 4. فأشرح من جهة واحدة، 3 يمرر إلى 4 فورا، 2 بعد التمرين يقدم نفسه كجدار إلى 4 كل لون أسود، هذا 4 يمرر إلى 2 يهيئ الكرة أمام الهدف، بيكون ولا جداري 4 يهاجم ويصوب بنفس الوقت، يكون يعني في نفس الوقت يكون أنه من استلم 5 من 2 بخلى 3 بنفس الوقت كساند بالوسط أو كجدار، فخمسة لعب مناولة جدارية مع 3 وصوب على المرمى المقابل البيت، يكون التمرين ممتاز. لأنه اللاعبين الحائزين على الكرة يمررون إلى اللاعب المقابل، لكن يروحون يعملون مع اللاعب الآخر البعيد على جانب الهدف. فإحنا ممكن أنا نقول إنه أنت إلعب المناولة يا اثنين وروح قدم نفسك كجدار إلى 4، وأنت يا 3 إلعب المناولة إلى 4 وروح قدم نفسك كجدار إلى 5. فاللون الأسود هو في الحقيقة يكون العمل بعد استلام الكرة بين 2 و4، واللون الأبيض يكون العمل بعد استلام الكرة بين 3 و5. هاي تمارين نشغل بيها منطقة وسط عشان اللاعبين هنا يركزون على دقة المناولة، لأن بنفس الوقت أنت عندك مناولتين جدارية، واحدة من الكورنر البعيدة وواحدة من الكورنر الأسفل، يعني من اليمين ومن اليسار. فلذلك تحتاج إلى حركة لاعبين وخلق فراغ للاعب اللي راح يلعب المناولة الجدارية بعيد عن اللاعبين الآخرين، فيسموه إسناد صحيح وإسناد إيجابي للاعب اللي يريد يصوب على المرمى. فهذه تمارين بها نوع من أنواع يعني الحاجة إلى أن يكون هناك تفاهم بين اللاعبين الحائز على الكرة واللاعب الجدار. أنا الآن يعني في كل الأحوال أقول أنه لاعب اللي عند الكرة راح يتحول إلى جدار، لكن مع اللاعب المعاكس بس، واللاعب اللي يستلم الكرة راح يلعب مناولة جدارية ويصوب على الهدف البعيد عنه. فخمسة راح يصوب على الهدف اللي في الأعلى، بينما عندنا احنا 4 راح يصوب على الهدف اللي بالأسفل. فتمارين جيدة، تمارين بسيطة، وهي مدعاة للاستجابة لأخ يقول يعني كل ما أكثرنا من التمارين البسيطة التنظيم وبسيطة الفهم وبسيطة يعني التنفيذ يكون التدريب جيد ويكون التدريب لصالح اللاعبين. نعم، أنا كما قلت أكثر من 1000 مرة، سهل التنظيم وسهل الفهم وسهل التطبيق. أنا موفق المولى، عيد مبارك على كل البشرية، رحم الله أمواتكم وأمواتنا، وصلى الله على سيدي رسول الله شفيعنا يوم فزع الأقوام. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.